ازيكم يا مواليد برج الحوت، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الحوت ليوم الاحد 26 ديسمبر كانون الاول 2021. توقعات العشرية الاولى مواليد 19 فبراير لواحد مارس. يومياتك النهاردة هتكون سارة ومبهجة، وفي طبيعتها هتكون انت اكتر تفاهم مع كل من حواليك، وكل من تتقابل معه هيكون مبسوط بالتفاهم معاك. استمتع بهذه الفترة اللي فيها بيعكس ليك الجميع تعاطفهم الكبير معاك، وبينتفعوا من هذه الطاقة الإيجابية علشان يتخلصوا من كل الضغط اللي ممكن تواجهه خلال اليوم، وتسترجع هدوءك بكل قوة. توقعات العشرية الثانية مواليد 2 مارس ل 10 مارس. شعرك النهاردة نسج العلاقات مهم جدا جدا. هتلقى النهاردة ترحاب عارم جدا من قبل كل اللي بتقابلهم، فخليك حريص على انك تقابل الود ده بنفس القدر، وهتكسب اصدقاء عمرك، وممكن انه يحالفك الحظ فانك بتلتقي مع شريك حياتك النهاردة، فخليك مستعد لكل الاحتمالات ممكن النهاردة في العلاقات. توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 مارس ل 20 مارس. شعرك النهاردة خليك معك في طريق النجاح. الأشخاص اللي بيبقوا محيطين بشغلك هيتعاملوا بإيجابية خاصة معك النهاردة، فخليك منتفع من هذه الفترة علشان تواجه المشاكل الصعبة اللي بتعانيها مع فريقك في الشغل، وبالتالي انك تقترب اكتر من هدفك. ده هيساعدك ديناميكيا وهتنمو ليك في الفريق على الوقوف بصلابة امام اصعب التحديات اللي ممكن تواجهوها، وهتوصلوا مع بعض لنجاح كبير. توقعات برج الحوت للرجل. اليوم ما تيأسش، من الأفضل إنك تنظر وتنتظر وتسمح بأن تجد المشاكل طريقها للحل بمفردها. حاول إنك تتجنب الإرهاق وحتى كثرة المشهود غير المبرر، لأنك ممكن تواجه بعض التعب في الأيام اللي جاية، وده بيستحسن إنك ترتاح. توقعات برج الحوت للمرأة. فكري بعقلك اليوم لأنك عاطفية جدا، وقراراتك كلها هتكون نبع من قلبك، الأمر اللي بيوقعك في مشاكل كتيرة انت في غنى عنها، لكن اليوم الخطأ ممنوع. عليك الحرص جيدا وانك تفكري عشرات المرات قبل إدلاء رأيك بشأن أمر مهم ممكن يكون متعلق بالشغل أو حتى بمصير حياتك العاطفية. نزل حركة الكواكب اليوم بيشكل عطارد مادة سداسية مع نبتون اليوم. ده بيحرك خيالنا النهاردة، بيمكننا تجربة الشعور بالمعرفة والفهم مع الحد الأدنى من الشرح أو حتى التعليمات. بيتم إبراز الحدس أو إيقاظه وبتقوم بتطبيقه على الأمور العملية بشكل خلاق النهاردة. نحن نقدر التفاصيل الدقيقة اللي هتساعدنا على أننا نفهم الآخرين والمواقف، هنكون أكتر إلهام وهنلهم الآخرين بكلماتنا. هناك هيصبح انفتاح نفسي في تفاعلاتنا واتصالاتنا، وهنكون أكتر لطف وتعاطف بشكل ملحوظ. هيواصل القمر عبوره من برج العذراء اليوم وبينتقل لبرج الميزان، وهتشير المرحلة دي من القمر إلى أزمة وعي محتملة. بعد الاستمتاع بالوعي اللي هيرمز ليه الضوء الكامل للقمر في وقت اكتمال القمر في الأسبوع اللي جاي، بدأنا في رؤية ما يناسبنا وما لا يناسبنا استعدادا للقمر الجديد الأسبوع اللي جاي. عندما يولد شيء من جديد مرة أخرى لا هيكون أفضل من وقت بدء مشروع مهم، حيث أننا ممكن نتناقص في ضوء القمر، وده بيرمز إلى الانزلاق اللاوعي النهاردة، وممكن تبدأ في إنهاء تفاصيل كل حاجة كنت بتتصورها في القمر الجديد الأخير. من الناحية المثالية هنكون بنصل لرؤية أكتر نضج لمشروع أو موقف. حتى بيحدث القمر النهاردة الفارغ قبل تغيير العلامات حتى بيدخل في برج الميزان. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.